قاعد ارسم. ما شاء الله تبارك الله، يعني ما خلصت رسم؟ طب وش الدواوير هذه؟ هذا طبق عسل وهذا طبق مربى وهذا طبق رز. عسل ومربى ورز كيف بيجوا مع بعض؟ انا ماني فاهم. طيب وهذا ايش؟ هذا بيتي. ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله تكون مهندس لما تكبر. حلو حلو، وش هذه؟ هذه غرفتي. غرفتك ما شاء الله كبيره غرفتك، ها؟ والغرف الصغار هذه؟ هذه غرفه اولادي. وعندك اولاد كمان ما شاء الله. وهذه ايش الصغيره هذه؟ هذا حمام ولا ايش؟ لا هذه غرفتك. غرفتي انا؟ وليش غرفتي صغيره؟ زي غرفه جدي. الحين تخليت غرفه جدي صغيره. سلامتك أبويا. خير إيش فيك أبويا؟ سلامتك. لا ولا شيء ولا ولا شيء. أبويا تعبان محتاج دكتور، أجيب لك دكتور تكلم. لا لا بسيطة الحمد لله أنا طيب. طيب أبويا تعال معي على غرفتك فوق تعال. لا يا ولدي سيبني أنا مرتاح هنا، لا تشغل بالك أرتاح أنت. أبويا أنا ما راح أرتاح إلا لما تطلع معايا فوق. يلا الله يديك العافية أبويا. قم معايا. قم يا أبويا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا يا إلهنا برهم أحيان وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا.